إذن تتواصل الانطلاقات مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، وانطلق في هذه اللحظات الشوط الثاني عشر. وأذكر بنتائج ميدان المصير بأن الفائزة بالشوط الأول مشرفة لسالم بن حمد بن هامل المري، الشوط الأول للقعدان شاهين العبيد بن علي بن عبيد السناري، الشوط الثاني للبكار فوز لسعد بن راشد الدعباء المري، الشوط الثاني للقعدان الشقب لمحمد بن حمد بن عتيق المري، الشوط الثالث للبكار بشاير أيضا لمحمد بن حمد بن عتيق المري، والشوط الثالث والسادس في مجموع أشواط ميدان البصير النشمي لفاران بن عتيق بن قريع المري. تهانينا والناموس للفائزين في ميدان البصير، وتهانينا أيضا والناموس للفائزين في ميدان الشيحانية. مشاهدينا الأعزاء، الشوط الثاني عشر انطلق قبل قليل، ومقدمة الشوط فتنة لمحمد بن صالح بن قمرة المري على المركز الأول وفي صدارة الشوط. المركز الثاني الظبي لسعيد بن صالح بن لحول المري على المركز الثاني. دور المركز الثالث من خلال الشعار لمبارك بن عبد الله بن سفران المري واسمها الدوحة حاملة الرقم 26. أو هتاشة المبارك بن عبد الله بن سفران المري على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، هنا المتحدة البخيت بن محميد المري. دور المركز الخامس اللي تتقدم جواهر العبيد بن سلطان الكتبي. هذا هو ندان الأول يا متابعين هذا الشوط ومتابعين قناة الريان ومستمعين لأثير الراديو. ما زالت أو تبدلت الأمور على صدارة الشوط، الظبي لسعيد بن صالح بن لحول المري غيرت مجريات الأمور وانتزعت صدارة الشوط في هذه اللحظات. يا سلام على الظبي وعلى انطلاقة الظبي وشعار سعيد بن صالح بن لحول المري أحد الشباب المميزين، و1500 متر على ناموس الشوط وتنتصف المسافة. بينما المركز الثاني هنا المتحدة لبخيت بن محميد المري ووصول خطير المتحدة لبريك بن سعيد بالعرج المري، ويريد النقطة الثانية في هذا اليوم بعد أن فاز بشوط من أشواطنا الماضية. الله يا سلام، المتحدة غيرت مجريات الأمور وانتزعت المركز الأول مع لوحة 1200 متر. الله على أداء المتحدة وعلى الشكل الممتاز، ركضها والشكل الممتاز يا بريك بالعرج. هذه المتحدة سلالة المتحد مشاهدينا الأعزاء على صدارة الشوط، والعصا قوس ولم تصدر الأوامر. المركز الثاني هنا المتحدة لبخيت بن محميد المري، وأيضا الظبي على المركز الثالث سعيد بن صالح بن لحول. المركز الرابع جواهر العبيد بن سلطان بن رشيد الكتبي، وخامس المراكز الخليجية وسط الخليجية من أقوى المشاركات ومن أبرز المشاركات التي عرفناها لعلي بن سعيد بن حلفان، وشعار الزلزال يصل ويتقدم مشاهدينا الأعزاء. أيضا قدوم من شوق صالح بن مسعود بن قطام المري، وأيضا قدوم مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم خيرة فهد بن ناصر بن حمود الشافي، والخيرة فيما اختاره الله. الكيلو الأخير دخلناه وما باقي إلى 700 متر، وما زالت المتحدة وبريك بن سعيد بالعرج المري على صدارة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بنبارك يا بريك إن وصلت على هذا المنوال، ولكن دير بالك يا أخوي، دير بالك يا أخوي، القدوم الخطير أرى القادمة شوق 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 قادمة، وأيضا شعار بن شافي قادم على ظهر خيرة فهد بن ناصر بن حمود الشافي، ولكن المتحدة وشوق، المتحدة وشوق، شوق والمتحدة، المتحدة شوق والمتحدة بالعرج وبن قطامي في معركة مشاهدينا الأعزاء على انتزاع نقطة هذا الشوط الهامة، ولكن المتحدة 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 تصر رغم الضغوط التي أراها من شوق 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 والمتحدة شوق والمتحدة المتحدة مشاهدينا الأعزاء. وبريك بن سعيد بالعرج المري تنتزع هذا الفوز. سلام العرج، سلام سلام المتحدة، سلام سلام. والنقطة الثانية تهانينا على هذا الفوز لبريك بن سعيد بالعرج، والتهاني أيضا لصالح بن سعيد بالعرج المري على هذا الفوز المستحق. شوق في المركز الثاني صالح بن مسعود بن قطام المري، المركز الثالث خيرة لفهد بن ناصر بن حمود الشافي، المركز الرابع تكرير لسالم بن حزمي بن قناص العامري، بينما المركز الخامس الوصول مع الظبي لسعيد بن صالح بن حمد
باللحول المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. هذه المتحدة المملوكة لبريك بن سعيد بالعرج المري، والنقطة الثانية له في هذا الصباح ولهذا الشعار. قطعت المسافة المتحدة في 4 دقائق 36 ثانية، 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لبريك بن سعيد بالعرج المري، والتهانينا أيضا للمضمر القدير صالح بن سعيد بالعرج المتواجد والمتابع لها أيضا في هذا اليوم. شوق هي من احتلت المركز الثاني وقدمت عرض ممتاز وعرض مشرف، 4 دقائق 37 ثانية، 54 جزء من الثانية، هو توقيت شوق. تهانينا لمالك شوق صالح بن مسعود بن قطام المري. المركز الثالث أيضا اللي ما قصرت في هذا الشوط خيرة، وتوقيت خيرة 4 دقائق 38 ثانية، 52 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لفهد بن ناصر بن حمود آل شافي على